وفد أوروبي يصل السودان للتشاور حول التوترات في المنطقة. الوفد الذي يضم المبعوث الأوروبي الخاص بيكا هافيستو ووزير الخارجية الفنلندي سيبحث المساعدة في تخفيف التوترات بين السودان وإثيوبيا ومعرفة كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يقدم الدعم في إيجاد حلول سلمية للأزمة الحالية التي تواجه المنطقة. شارك في تحقيقات أممية حول العديد من بؤر الصراع في العالم. فمن هو بيكا هافيستو؟ وزير خارجية فنلندا الذي اختاره الاتحاد الأوروبي مبعوثا خاصا لحل النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا. ولمناقشة هذا الموضوع تنضم إلينا من بروكسل عبر سكايب السيدة ليلى حداد الباحثة في الشؤون الأورو متوسطية والصحفية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي. سيدة ليلى، كيف من الممكن أن يساهم الاتحاد الأوروبي في تخفيف التوترات بين السودان وإثيوبيا كوننا نتحدث عن أزمتين، سد النهضة والحدود؟ نعم، أعتقد أن الاتحاد الأوروبي لديه بعض الأوراق الإيجابية التي يمكن أن يلعبها في هذه الوساطة. أولا، حتى اختيار الوسيط الوزير الفنلندي هو من دولة شمال أوروبا ليس لها تاريخ استعماري مع أفريقيا والمنطقة العربية إجمالا، هذا أولا. ثانيا، الاتحاد الأوروبي يقدم دعم مالي لكلا البلدين إثيوبيا والسودان. الاتحاد الأوروبي كذلك يمكن أن يمارس الضغط من الباب الإنساني، يعني هو من جهة يقدم مساعدات إنسانية لإثيوبيا وللسودان في إطار أوروبي، ولكن في خضم دولي مع الأمم المتحدة. في اعتقادي هذه الوساطة قد تأتي إيجابيات، وربما قد نسبة النجاح مهمة جدا في هذه المساعي للاتحاد الأوروبي. نعم، سيدة ليلى، هل من تعقيدات من المتوقع أن تواجه جولة هافيستو قد تقلل من فرص نجاح وهدفه من هذه المهمة؟ معروف عن الرجل الإنسان جدا، لديه نوعية من الاستماع للآخر رهيبة، معروف فيها بين في الوسط الأوروبي بين وزراء الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي وفي بلاده، وقبل أن معروف حتى في حياته الخاصة، إنسان جدا بين إنساني ويحب أن يستمع ومحب للسلام، وأعتقد أن هذا سيلعب دور هام جدا. أريد كذلك أن أضيف أن الاتحاد الأوروبي لا طالما يطالب بالوزير الأول الإثيوبي أن يكون على الأقل على مستوى
الجائزة جائزة نوبل للسلام التي أحرز عليها مؤخرا. هذا سيساعد أيضا سمعة إثيوبيا، وأعتقد أنهم سيضغطون عليه بشكل إيجابي. وكما تعلم الحوار أو فتح قنوات الحوار الحضاري السلمي هو بالنسبة للاتحاد الأوروبي ليس فقط مبدأ، وإنما قد أقول إنجيل. فأعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيلعب دور هذه المرة، وسينجح أين أخفق نظيره أو نظرائه الأفارقة، أقصد الاتحاد الأفريقي. نعم، لكن سيدة ليلى، التعثرات متكررة في موضوع الوساطات، يعني حاولت جنوب السودان في ذلك، لكن لماذا في رأيك قد تنجح وساطة الاتحاد الأوروبي هذه المرة؟ ما الذي يميز الاتحاد الأوروبي في وساطته هذه المرة لأزمة الحدود بين السودان وإثيوبيا وأزمة سد النهضة؟ طبعا أنا محللة، لا يمكنني أن أتكهن ويعني أقول أنه 100% سيتوصلون إلى حلول، لكن يجب أن نعرف أن المنطقة تعيش أزمة ليس فقط سياسية وإنما اقتصادية خانقة. أتدري أنه في كل ساعة يموت واحد إنسان إثيوبي جوعا أو عطشا أو بسبب الإرهاب وبسبب القتل والإرهاب؟ فهذا يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار. في شهر نوفمبر الماضي، يعني قبل 3 شهور من الآن، كان البرلمان الأوروبي وجه إنذار إلى الحكومة الإثيوبية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان بالنسبة لشعبه وبالنسبة للأقليات وبالنسبة لجيرانه السودانيين. إذن الحكومة الإثيوبية تدري جيدا أن لدى الاتحاد الأوروبي أوراق يمكن أن يعني تمارسها. نعم. للخروج من هذا التوتر القائم بين الجارين السودان. نعم. وإثيوبيا. شكرا لك يا السيدة ليلى حداد، الباحثة في الشؤون الأورو متوسطية والصحفية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي.